رح نبدا مشوارنا الصباحي ورح نحكي عن مصطلح بنسمع عنه كثير لكن ما بنعرف تفاصيله، الاقتصاد الاخضر. خلينا نبسطه ونقول انه هو المعني بالمشروعات الصديقه للبيئه، ويعني العديد من دول العالم بدات تتوجه لهذا الاقتصاد وتشتغل عليه لاهميته الكبيره بتحقيق التنميه المستدامه، وخصوصا الازمات العالميه الكبيره والمستمره ان كانت بالغذاء، بالطاقه، بالمياه وانتشار الفقر والبطاله. يا ليلى، كل هي الأمور يمكن صرنا نتوجه أكثر للاقتصاد الأخضر. تماماً يا هايدي، واليوم رح نوضح شو هو مفهوم الاقتصاد الأخضر، إيمت بدأ التحول العالمي للاقتصاد الأخضر، كيف رح نطبق هذا المبدأ بسوريا، وشو هي نتائجه وفوائده أيضاً. أمور كتير رح نناقشها وأسئلة رح تجاوبنا عليها ضيفتنا اللي صارت معنا بالاستوديو، الباحثة الاقتصادية ريما طليعة. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. يسعد صباحكم يا رب بكل خير، وصباح سوريا وصباح المطر وصباح الاقتصاد الاخضر والتنميه المستدامه. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. يعني بدايه خلينا نبسط هذا المفهوم اكثر للمشاهدين ونقول شو بنقصد اليوم بالاقتصاد الاخضر. الاقتصاد الاخضر باختصار شديد هو تحول الانشطه الاقتصاديه إلى أساليب تخدم البيئة وتخدم التنمية المجتمعية. مثل ما بنعرف بالسابق كان الاقتصاد يعتمد على بشكل واسع يعني على الوقود الأحفوري، يعني النفط والغاز، هكذا هو المقصود بالوقود الأحفوري، ويسمى بالاقتصاد البني. لكن اليوم بدأ التوجه منذ مطلع القرن العشرين إلى الاقتصاد الأخضر، نظراً لأنه بحقق صحة الإنسان، صحة البيئة، بيقضي على الانبعاثات لثاني أكسيد الكربون. يعني باختصار شديد هي هي تعريف الاقتصاد الأخضر. خلينا نوضح يعني اليوم نحن وقت بده يتطبق هذا الاقتصاد بسوريا، شو هي، كيف رح يتطبق، وشو هي النتائج اللي رح تعود على المجتمع. خلينا نقول هلا نحن لما بدنا نحكي عن سوريا فورا بنتذكر ال 12 سنه حرب وتدمير البنى التحتيه بسوريا والخسائر يعني التي حدثت يعني في بلدنا الحبيب سوريا. لكن بالرغم من ذلك سوريا هي عضو اساسي وشريك بالاتفاقيات الدوليه للمناخ وصحه البيئه، وأيضا المادة 27 من دستور الجمهورية العربية السورية تنص على أنه حماية البيئة هي مسؤولية الدولة والمجتمع، وأيضا واجب كل مواطن سوري. وأيضا سوريا يعني الآن مدعوة لقمة البيئة الكوب 28 في تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة، وتم توجيه دعوة رسمية للسيد الرئيس. إذا رغم كل الضغوطات إن سوريا هي عضو فاعل في يعني حماية البيئة محليا ودوليا. لذلك نحن علينا أن يعني ننظر للمستقبل والجزء المليء من الكأس ونستمر في العمل لأجل الحفاظ على البيئة، وأيضا يعني من خلال عدة مشاريع يعني فينا هلا نذكرها يعني خلال الحلقة. هذه المشاريع تغطي خلينا نصنفها يعني مشروعات صغيرة ومتوسطة ومشروعات كبيرة. المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلينا نذكر أمثلة يعني خلي حكينا ما يكون يعني بس نظري. المشروعات التي تندرج ضمن الصغيرة والمتوسطة ضمن إطار حماية البيئة والاقتصاد الأخضر عندنا مشروعات الزراعة البيولوجية، وهي الزراعة الطبيعية، زراعة الأجداد خلينا نسميها، هي التي تخلو من الأسمدة الصناعية وبالتالي تعطينا منتج ذو جودة عالية قابل للتصدير بكل يسر، وأيضا يحقق صحة الإنسان سواء في المجتمع المحلي أو الخارجي. أيضا لدينا مثال آخر على الاقتصاد الأخضر ويمكن للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تنفيذه، هو السياحة الأيكولوجية اللي هي السياحة البيئية. طبعا نحن عندنا كثير بسوريا أماكن سياحية مميزة وخضراء، في حال تم من يعني تم أو قامت الجمعيات والمؤسسات المجتمع الأهلي والقطاع الثالث بمشاريع سياحة بيئية تستهدف هذه الأماكن، فنحن شو بنكون عملنا، وفرنا سبل العيش لسكان الأرياف، حركنا يعني مثل ما بنحكي هيك الرجل على هي الأماكن البعيدة، بنفس الوقت ضوينا على الأماكن الحلوة بسوريا وعملنا يعني مشروعات ضمن إطار الاقتصاد الأخضر.
هيدا كمشروعات صغيرة متوسطة. إذا بدنا نحكي عن المشروعات الكبيرة أو الأكثر يعني بدها تمويل أكثر وعمل أكثر، نحن هون فتنا ب يعني إصلاح البنى التحتية والتخطيط المدني للمدن. في عنا أيضا العديد من المشاريع يلي طبعا مثل المدن المرنة يلي هي بتعتمد على إعادة تخطيط المدن، مثلا بيكون عنا أماكن مظللة، أماكن لذوي الاحتياجات الخاصة، أماكن للدراجات الهوائية، أماكن للسيارات. طبعا شو الغاية نحن من هذا التقسيم؟ هو أول شيء تخفيف انبعاثات غاز ثنائي أكسيد الكربون كاقتصاد أخضر. ثاني شيء نحن في عنا أماكن يعني بيتم المشي فيها على الأقدام، في عنا أماكن استخدام دراجات هوائية، وبالتالي توفير جزء من الوقود إلى عمليات صناعية وإنتاجية وما إلى ذلك. عنا أيضا مشروعات كبيرة خلينا نصنفها هي الفنادق الخضراء، والتي هي تحتوي على منظومة أيضا داعمة للبيئة. كمان عنا أمثلة على البنى التحتية اللي هي يعني التدوير، تدوير النفايات، تدوير المياه، تدوير يعني الأنقاض من خلال تمديدات تحت الأرض مباشرة. يعني نحن بتصير عندنا منظومة تدوير أوتوماتيكية تماما مثل أي منظومة يعني تحت الأرض. طبعا هذه مشاريع ضخمة تحتاج بالدرجة الأولى دعم المغتربين السوريين والمستثمرين السوريين، بالدرجة الثانية الشراكات والاتفاقيات الدولية الاقتصادية التي تعنى بها الدولة السورية. هيك باختصار شديد يعني ما فيني أنا أتوسع أكثر عشان وقت البرنامج. ويعني لما نقول اقتصاد أخضر بنكون عم نحكي عن شيء للمستقبل. خلينا حكينا عن أهمية الاقتصاد الأخضر وأهميته الكبيرة اليوم بدعم المشاريع اللي ذكرتيها حضرتك، خلينا نحكي اليوم كيف ممكن نطبق الاقتصاد الأخضر بسوريا وشو هي النتائج اللي عم نحصدها ضمن هذا الإطار الاقتصادي العادل. تمام، هلأ أنا ذكرت شوية أمثلة يعني عن كيفية تطبيق الاقتصاد الأخضر وبسوريا وشو حاليا يعني اهتمام سوريا وتركيزها على هذا الإطار. لكن نحن خلينا نحكي شوي كيف تم التوجه، يعني نحن ليش العالم تحول من منظومة الاقتصاد البني لمنظومة الاقتصاد الأخضر تماما سواء داخل سوريا أو خارج سوريا. طبعا بالقرن العشرين بعد الحربين العالمية الأولى والثانية وأيضا بعد الثورة الصناعية والصناعات الهائلة ويعني التي تسببت بانبعاثات لغاز ثنائي أكسيد الكربون في الجو وزيادة ثقب الأوزون وأيضا تغيرات المناخية اللي انعكست بشكل سلبي على صحة الإنسان، مثل ما عم نشوف نحن صار عندنا بشكل متكرر الفيروسات الأمراض يعني على الصعيد العالمي وليس فقط سوريا. طبعا بنهاية القرن العشرين لاحظ العالم أنه استنزفت وهدرت يعني الوقود، مثلا أدوات ووسائل الوقود الأحفوري، وهذا شيء هدر يعني ما بحقق تنمية مستدامة للأجيال القادمة. بنفس الوقت تلوث مناخي وزيادة ثقب الأوزون، طبعا برجع بأكد سببه بالدرجة الأولى الحروب وأيضا الصناعات الهائلة طبعا اللي كان هدفها بس الإنتاج دون التركيز مثل ما ذكرنا على أنه تكون صديقة للبيئة أو يعني تنفذ عمليات تنمية اجتماعية تماما. فهذا كان يعني ما حصل بالقرن العشرين. فبأواخر القرن العشرين حصلت عدة قمم ومؤتمرات عالمية توجهت لأنه لازم نحن يعني نحط خطط للتنمية المستدامة. بمطلع القرن الواحد والعشرين كان من أولى وسائل وغايات التنمية المستدامة هو الاقتصاد الأخضر، نظرا لأنه الاقتصاد الأخضر يعني أوتوماتيكيا يعني بأبسط حالاته دون أي مشاريع من اسمه يعني ينظف البيئة وينقي الجو. طبعا لا سيما انه الغطاء الاخضر هو يمتص غاز ثنائي اكسيد الكربون كما نعلم. فكانت بداية القرن الواحد والعشرين بالتركيز على مفهوم الاقتصاد الاخضر، والعديد من الدول وسوريا منهم انضمت لاتفاقية الاقتصاد الاخضر. ومثل ما ذكرت لك يعني هلا حاليا هي مدعوة ل القمة كوب 28 بتستضيفها الإمارات العربية المتحدة،
وعم نشتغل يعني ضمن المستطاع، لا سيما وأن سوريا فيها حالة خاصة أنه نحن بعد 12 سنة حرب. برجع بأكد نحن لازم كلنا نكون إيد وحدة لإعادة بناء البلد. كتير دول تعرضت للحروب، مثلا عندك اليابان تعرضت لهيروشيما وردت انبنيت، واليوم يعني كلنا بنعرف حداثة اليابان، نسبة ديون اليابان 250% إلا أنه هي استحقاقات داخلية محلية، يعني اليابانيين أنفسهم هم الذين بنوا اليابان. من هون أنا بتمنى أنه كلنا نتشارك ونتعاون، سواء قطاع حكومي، قطاع خاص، قطاع ثالث يلي هو المجتمع الأهلي، وأيضا المستثمرين والمغتربين السوريين لإعادة بناء الوطن الغالي سوريا. تماما، يعني بدنا نقول اقتصاد اخضر ما عادت من فينا نقول قضيه او من قضايا الترف، فينا نقول صارت اولويه على مستوى العالم. وذكرتي حضرتك من شوي انه في اماكن عندنا خضراء، اماكن ممكن نستثمرها للسياحه، طبعا هذا الشيء بيعود النفع على اهالي المنطقه نفسهم كمان. قديش مهم المناطق المهمله اليوم يكون فيها استثمار؟ أكيد. هلأ هي يعني ضمن منظومة التنمية المستدامة عالميا هو خلق سبل العيش، فنحن عنا بسوريا أماكن كتير حلوة ضروري نضوي عليها، هذا واجبنا تجاه بلدنا نضوي عليها. تمام. طيب خلينا نضوي عليها بمشاريع استثمارية. أهم شيء بهذه المشاريع أنه تحقق استدامة، يعني مو أنه مثلا تكون موسمية، يعني أنه بالصيف مثلا بالشتوية تتوقف، لا، لأنه هاي الاستمرارية ضرورة، لأنه يعني تكون سبل عيش لمين؟ لأهل هاي المنطقة يلي نحن عم نفتتح فيها. مثل ما بنعرف نحن سكان الأرياف يعني دخلهم جدا محدود، فنحن لما نشتغل بهذا الإطار فنحن نكون ضوينا على الأماكن الحلوة، حركنا الاقتصاد الوطني، بنينا سياحة. اقتصاد أخضر كمان، يعني صار في اهتمام أكثر بهي الأماكن لأنه صارت هي مولدة للدخل وخلقت سبل عيش لأهالي المنطقة. يعني هي إحدى الأشياء بإطار الاقتصاد الأخضر. وعنا يعني حتى نحن عنا مشروعات صغيرة عم بتساهم يعني بقصد أو بدون قصد بالاقتصاد الأخضر، لا أعلم، يعني عندما يتم صناعات خضراء بعيدة عن يعني تستخدم بعيدة عن الوقود الأحفوري وتستخدم الطاقة اللا أحفورية اللي هي الاقتصاد الأخضر، هي طاقة متجددة، هي يعني هواء، يعني تماما ضمن إطار البيئة والطبيعة نحن نستخرج الطاقة، فهي كلها يعني عم بيساهمون بهي المنظومة بشكل كتير فعال بسوريا. تمام ريما، يمكن كتير من الأشخاص يلي عم يتابعونا ما بيعرفوا أنه من خلال الاقتصاد الأخضر يمكن يتم تأمين فرص عمل عديدة لفئة الشباب تحديدا، خلينا نوضح هاي النقطة. تمام. أول ميزة بالاقتصاد الأخضر أنه هو يعني بعد فكرة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أنه هو بحقق عدالة اجتماعية. مثل ما ذكرت لك بالتعريف أنه هو التوجه لأنشطة اقتصادية تساهم بمساندة البيئة وبنفس الوقت التنمية الاجتماعية. هل الأنشطة قديش ممكن يشارك فيها اليوم فئة عديدة من كل فئات المجتمع دون استثناء، من الطفل لأكبر يعني عمر ممكن أنه يكون بمجتمعاتنا السورية. فأنت بتحكي لي عن الشباب، بالعكس الشباب اليوم بيملك الطاقة، النشاط، الحيوية، وحتى العلم، وحتى عنده خبرات بالتكنولوجيا. نحن صح عم نحكي اقتصاد أخضر، لكن التكنولوجيا بتدعم كمان الاقتصاد الأخضر، لهيك جيل الشباب هو عنصر كتير فاعل بالاقتصاد الأخضر. طبعا يعني بتشكرك على سؤالك، يعني ذكرتيني بشغلة كتير مهمة، إنه نحن مهما تقدمنا، مهما تطورنا وتوجهنا لتكنولوجيا ورقميات ويعني شو ما حققنا تطور، الإنسان بده غذاء. لهيك الغطاء الأخضر والتوجه للزراعة، يعني حتى شبابنا السوري لازم يعني مهما تطور واشتغل واستلم وظائف لازم دائما يحط يعني فكرة الزراعة بشكل أو بآخر بذهنه، لا سيما إنه مفهوم الزراعة وأيضا الاقتصاد الأخضر أيضا بيحافظ على التنوع البيولوجي اللي هو عامل كتير مهم بالأمن الغذائي. واليوم مفهوم الأمن الغذائي مو بس بسوريا، كل العالم عم يحكي فيه. نحن لازم يعني ما ننسى ارتباطنا بالأرض وصحة الأرض والبيئة لتحقيق الأمن الغذائي، ولأنه يعني نحن صحتنا من صحة البيئة وصحة البيئة من وعينا نحن بالتعامل معها.
تمام. أكيد. وقت بدنا نحكي عن الاقتصاد الأخضر وعن فرص العمل والاستثمار اليوم، وقت بده يكون في مشروع، ذكرتي المشاريع الصغيرة وأهميتها، ممكن يكون هذا المشروع بده مبالغ أو بده إمكانيات كبيرة لحتى يكون هذا المشروع، ولا هذا الشيء ما هو مشروط كمشروعات صغيرة؟ هلا كمشروعات صغيرة، لا هي من اسمها مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر. كتير نحن عنا اليوم يعني كمان الشعب السوري، أنا دايما بوصفه بأنه شعب خلاق، شعب متجدد. هذا الحصار اللي على الدولة السورية خلى الناس تتوجه للمشروعات الصغيرة، توجهت من خلال الموارد المتاحة عندها. يعني يلي عنده أرض زرعة، يلي عنده أرض مثمرة تحول للمجففات والمربيات وما إلى ذلك، يلي عنده مثلا خشب عمل منحوتات وتحف. المشروعات الصغيرة أو المتناهية الصغر يعني تحتاج تمويل، لكن ممكن أنه شخص لحاله يغطي إذا عنده موارد، ممكن بالتشاركية مثلا، هيك مثلا ثلاث صبايا نحن نجتمع نجمع مثلا مبالغ صغيرة لنأسس مشروع صغير. ممكن كمان في مؤسسات تمويل صغيرة عنا بسوريا عم تدعم هذه المشاريع، يعني ضمن المستطاع. هي المشروعات الصغيرة قادرين نحن اليوم إنه نشتغل فيها. وحتى مثل ما حكيت لك القطاع الثالث اللي هو بيتضمن مؤسسات، جمعيات، نقابات، يعني هي بتكون الجمعية أكثر من شخص، ممكن يتوجهوا لموضوع السياحة الأيكولوجية البيئية لخلق سبل عيش، ممكن يتوجهوا لموضوع الزراعة البيولوجية. صح نحن الفلاحين يتوجهوا للأسمدة وكذا لإنتاج يعني كميات أكبر كميات أكبر، لكن نحن كمان بدنا الجودة. اليوم العالم كله وضمن منظومة الاقتصاد الأخضر بدنا الجودة، أول شيء لصحة المستهلك المحلي، وبنفس الوقت في حال بدها تتصدر المادة الزراعية كمان الجودة اليوم كتير ضرورية لموضوع التصدير. فهي يعني ضمن إطار المشروعات الصغيرة. أنا قديش شفنا بالفترة الأخيرة يعني على كل الأصعدة السيدات أكثر شيء هنون كانوا عم يعملوا مشروعات صغيرة يعني بكل المجالات، أنه يمكن الظروف الصعبة خلتهم ينتجوا شيء، بتلاقي سواء الإكسسوارات، الزراعة، المربيات، صابون، مستحضرات التجميل، الألبسة، التريكو، يعني ما شاء الله عليهم السيدات السوريات يعني مبدعات وين ما كانوا. يمكن حكينا كثير عن ميزات الاقتصاد الأخضر وأهميته اليوم كنمط اقتصادي، خلينا نحكي اليوم أكيد في سلبيات للموضوع أو في تحديات أو معوقات يمكن تعيق تطبيق هذا النوع من الاقتصاد، خلينا نوضح. بالنسبة لسوريا أنا خليني أحكي، أول يعني وأهم تحدي بالنسبة لسوريا أنه يعني نحن كانت فترة الحرب اللي دمرت البنى التحتية، يعني لو فرضنا أنه ما إجت هاي الحرب كنا استمرينا، يعني سوريا مثلا بعام 2010 حققت ناتج اقتصادي جدا عالي تماما، ونحن لاحظنا هالشي يعني شلون انعكس الموضوع على الأسعار على كل شيء. يعني فلو استمرينا دون هاي الحرب كانت يعني الأمور أفضل من هيك بكتير، لكن بوجود أنه عندنا بنى تحتية مدمرة فنحن بدنا نشتغل عواد ما يكون بس اقتصاد أخضر، نحن عندنا عملية بناء جذرية. لكن خلينا دائما نحن ننظر للمستقبل، ما رح نضلنا نحكي بالماضي، للمستقبل، للجزء المليء من الكأس. سوريا هي بلد الفصول الأربعة، بلد التنوع يعني البيولوجي والزراعي، لهيك نحن فينا من اليوم ننهض تماما. المشروعات الصغيرة عم تشتغل مستمرة، لكن المشروعات التي تتعلق بالبنى التحتية مفروض نتعاون ونتكاتف كمستثمرين سوريين ومغتربين سوريين، وأيضا شو بيتيسر للدولة السورية، شو بتستطيع أنه يكون عندها اتفاقيات شراكات بمجال إعادة الإعمار. يعني هذا أنا بشوفه أصعب تحدي اليوم بالنسبة لسوريا. يعني خلينا يعني ما هو تحدي بس أنا بتمنى هلأ يعني أنه إعلامنا السوري كمان يضوي أكثر على موضوع الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، وشو هذا المفهوم يلي الناس لساتها ما كتير يعني بتعرفه. وكمان المشاريع يعني ضمن إطار الاقتصاد الأخضر
كيف تطبق وشو هي، يعني في مسميات كثير جديده يعني اذا يا ريت نضوي عليها حتى يزيد وعي المجتمع تجاه الاقتصاد الاخضر. اكيد. يعني بالختام معلومات جدا مهمه من حضرتك الباحثه الاقتصاديه ريما طليعه، بنتشكرك ونشكر وجودك معنا لليوم. اهلا وسهلا فيك. شكرا لك وعلى المعلومات اللي قدمتينا. الله يسلمك يا رب. شكرا.